إذا كان هناك شخص مسلم ثم أصبح ساحرا لفترة من حياته ثم تاب إلى الله، هل تمحى أعماله قبل أن يكون ساحرا أم لا؟ وهل لا يخلد في العذاب؟ إذا تاب، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. وإذا كان فترة السحر، الله تبارك وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال لئن أشركت ليحبطن عملك. وهو لما صار ساحرا كفر بالله تبارك وتعالى، ذهبت كل حسناته. لكن إذا عاد هل تعود له حسناته السابقة؟ الله أعلم.